ازاي بيتم صناعة الجنين او مراحل تكوين الجنين؟ حضرتك بتعرفي تطبخي في البيت؟ والله بعرف. ايه اكتر حاجه بتعرفي تطبخيها؟ مكرونه بشاميل. تمام، المكرونه البشاميل دي عباره عن ايه؟ مكرونه ولحمه مفرومه ودقيق، ودخلنا كده في مكونات البيت. اما ايه جري يا دكتور احمد؟ يبقى في مكونات، المكونات دي حضرتك بتحضريها صح ما قبل البدء في انك انت تطبخيها، صح كده؟ صح. احنا عندنا في صناعه البشريه في رحلة ما قبل الحياة وفي رحلة الحياة. رحلة ما قبل الحياة دي هو خلية، الخلية دي هي خلية فيها حياة، بس حياتها قائمة على انها تصل الى خلية اخرى، وهما الاثنين يبدأوا يعملوا رحلة تانية خالص لحياة تانية. يعني ايه رحلة ما قبل الحياة؟ انا بتخيل انه مع نزول الدورة عند المرأة، ده مش تخيلي، دي حقيقة الإنسان، مع نزول الدورة عند المرأة في إشارات ما إلهية بتأتي من غدد معينة في الجسم، بتروح لفين؟ للمبيض، عشان تقول له إيه؟ كون بيضة. لازم يكون بيضة كل شهر؟ مفروض شرط. لازم البيضة اللي تتكون تبقى واصلة لمرحلة النمو الكامل؟ لا مش شرط. ممكن تبقى البيضة في بعض الشهور ما بتطلعش؟ أكيد. ممكن تبقى البويضة جيدة وتتوقف عن النمو إلى المراحل النهائية بتاعتها؟ تخصيب والكلام. أكيد. لا أنا ما اتكلمش على تخصيب خالص، ده في البداية، أنا لسه جوه في المرحلة الأولى خالص، أنا لسه جوه المبيض. إحنا نعرف إن البيضة بتخرج من خلية، الخلية دي كانت 46 كروموزوم، ينشطر ال 46 كروموزوم يعملوا 23 كروموزوم، 23 كروموزوم دي تبقى الخلية 46 اتخسف بيها الأرض وبقى 23، وعند نقطة معينة الخلية دي اللي هي بقى اسمها بيضة هتخرج، دي رحلة ما قبل الحياة، لسه مفيش حياة، لسه مفيش حياة، هي كخلية عايشة بس كحياة هي ما عاشتش. وخرجت الخلية دي من فين؟ من المبيض. هتخرج ولا مش هتخرج؟ الله أعلم. وهتدخل الخلية دي في مكان، مكانش هو ده المكان اللي هي عايشه فيه لمده اسبوعين 10 ايام 14 16 يوم زي ما يكون، وبرده تاني هي بتجري في رحله بتحاول فيها انها توصل لنقطه، النقطه دي اللي هي بيتقال لها اقفي عندها، لانه هيبدا يبقى في حياه تانيه ليكي بعد وقوفك في المكان ده. تمام. يبقى تاني هي بيضه بتتخلق من 46 كروموزوم تبقى 23 كروموزوم، البيضة دي بتيجي بإشارة، الإشارة دي بتيجي من غدد في المخ عشان تقول للمبيض طلع طلع البيضة دي، البيضة دي هتطلع ولا مش هتطلع ما نعرفش، هتكتمل النمو بتاعها ولا لا ما نعرفش، هتبقى موجودة وجيدة كل شهر ولا لا ما نعرفش. وسيبك بقى من قياسات كفاءة المبيض وحجم المبيض وعدد البيض اللي بيطلع وتحاليل الهرمون اللي بتعمل، كل الكلام ده حطه كده على جنب، نتكلم على الخالق، لانه في حاجات مش بتاعتي ولا بتاعتك من هنا لحد يوم القيامه. تمام. طب هو ليه كل الاختزال دون بيحصل في الحته دي؟ لانه تاني هي صناعه بشريه، وتاني لو كل واحده ست هيطلع لها بيضه كل شهر، ولو كل بيضه بتطلع حلوه، ولو كل بيضه هتخرج من المكان دون في الوقت المناسب، ولو كل بيضه هتوصل للحته دي اللي المفروض تقف فيها، ولو كل بيضة هتقف في الحتة دي هيجي لها حيوان منوي يعاكسها ويقلع الجاكيت ويدخل. تمام. يقعد جوه يخصب، كان يبقى البني ادمين 10 اضعاف اللي موجودين عددهم دلوقتي. فهي حكمة ليست في القعدة بتاعتنا دي. طبعا. وبعدين دي برضو تاني هي رحلة ما قبل الحياة للبويضة. نفس الرحلة دي للحيوان المنوي في الاستوديو اللي جنبنا بيعيشها حد تاني خالص، خلية تانية اسمها عندنا حتى في الطب غريب، يقول لك ايه الحيوان المنوي، مين اللي قال ان ايه الحيوان ده؟ حيوان. يعني ايه حيوان؟ مش معنى قال الحيوان المنوي حيوان يعني. نسأل بقى الناس السادة المشاهدين بيقولوا لنا على مواقع التواصل ليه اسمه حيوان، هم ليه سموه حيوان منوي؟ وهي أصغر خلية في جسم الرجل أو المرأة على فكرة، وهي خلية متجددة جدا، وهي خلية خلية بتصنع بالمليارات، ومش معروف برضو ليه هي بالمليارات، ومش معروف ليه في تغير
بيحصل في هذا في التحليل بتاع السائل المنوي عبر العصور. يعني احنا نعرف ان الست عندها دوره منتظمه في تبويض، ما عندهاش دوره منتظمه احتمال يبقى في تبويض، ما عندهاش دوره منتظمه في احتمال ان ما يبقاش في تبويض وهكذا. واحنا عارفين ان البويضه زي ما قلنا من شويه ممكن تطلع وممكن ما تطلعش، والله اعلم. وده ما يخص المراه. دخل عليه بقى مخزون المبيض وتحاليل الهرمونات ومتابعه التبويض وكلام من ده، انما في الاخر هي كده. اشمعنى بقى الحيوان المنوي بتاع الراجل ده قاعدين بيقصقصوا فيه وقاعدين بيدوله بالقلم على وشه بقالهم 30 40 سنه؟ يقول لك زمان كان التحليل عايزينه يبقى فوق ال 20 مليون، عايزين الحركه الاماميه فوق ال 70%، شويه بقت الحركه الاماميه فوق ال 50%، شويه بقت الحركه الاماميه فوق ال 40%، شويه تشوهات لحد 70%، شويه تشوهات لحد 80%، شويه تشوهات لحد 97%. ده بيؤكد انه الحديث عن الحيوان المنوي والبويضه حتى هذه اللحظه هو حديث هزلي غير كامل. لانه ما احنا كنا بنقول واحنا علماء اهو دكاتره وشطار في الاربعينات والخمسينات ان عشان المدام دي تحمل يا ابني لازم يبقى التحليل كذا. مش معنى غيرنا كلامنا من الخمسينات والستينات وقاعدين بنقل 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 بخواص الحيوان المنوي. ما هو نفس المصنع ونفس الخصيه، والرجاله بقوا طول وعرض عن زمان، وتحاليل السائل المنوي ياما بتتعمل من زمان ودلوقتي. ايه اللي غير الكلام؟ ولكن تاني برضو هي رحلة ما قبل الحياة للحيوان المنوي اللي هي بيتصنع فيها جوه الخصية، اللي لحد اللحظة اللي احنا قاعدينها دي مش عارف الطب يحكم حتى دور التصنيع الحيوان المنوي. في رجالة ياخدوا ادوية تبقى الحيوانات المنوية في الارض، يوقف الادوية تطلع في السماء، هو عنده اضطراب في الحيوانات المنوية، هو بيضرب كف على كف، صاحبه وابن خالته وابن عمته خدوا الأدوية ديا جابت نتيجة، جابت نتيجة. نفس التحاليل بتاعت الولد ده هي نفس التحاليل بتاعت قرايبه، نفس التحاليل بتاعت الهرمونز بتاعت الولد ده هي التحاليل بتاعت قرايبه. دوا ياخد الأدوية يطلع فوق، وده ياخد الأدوية ينزل تحت. فحاجة تجنن. وعلى كده تاني برضو، ما هو مين قال انه الاضطراب في تحليل السائل المنوي هو السبب او الأساس في تأخر الإنجاب؟ بس احنا بنتمسح في كده. احنا كطب بنتمسح فيها. لا زال حتى هذه اللحظة احنا في رحلة ما قبل الحياة. هيبدأ بعد كده هو هذا الكائن الغريب يخرج في رحلة طويلة جدا برضو تاني غير معلوم ليه ربنا خلق له الرحلة دي بالطول ده، من الخصية لقنوات جوه الخصية لقنوات حوالين الخصية لقصة كده طويلة طويلة لحد لما يخرج زي لما حضرتك تمسكي بكرة التريكو وتمسكي اول الخيط وتفردي بكره التريكو دي، ونطلع انا وحضرتك نتقابل عند الباب بتاع مدينه الانتاج الاعلامي بره على بعد كذا كيلو كده، ونمسك اخر الخيط. هو ده اللي بيحصل. فهي رحله برضو رحله مجنونه غريبه. وبعدين بعد كده يخرج الحيوان المنوي ده، خرج من الاستوديو، كان بقاله اسابيع قاعد جوه الاستوديو، مره واحده شاف النور. النور ده فين؟ جوه المهبل. جوه المهبل. والمهبل ده فيه ايه؟ فيه هيصه بقى. ميكروبات وافرازات ومش عارف ايه وشويه حاجات من دي. هي الميكروبات دي لازم تكون ميته عشان الست تحمل؟ لا خالص. ده ربنا خالق الحاجات دي في احنا تكافلية. لو احنا الثلاثه دلوقتي لو دخل معمل وقال لك يلا يا اولاد هنعمل لكم مسحه من على ايديكم، هتلاقي المسحه دي فيها ميكروبات مطلعه عند حضرتك ومطلعه عند حضرتك. عايشه معانا. بس نفس الكلام موجوده هنا. لسه برضه هذه رحله ما قبل الحياه. ولسه برضو هذه الرحلة هي رحلة مجهولة، ولا زال الحيوان المنوي بيجري عشان يجد طريقه للوصول إلى بويضة شركته، وهي رحلة ما قبل الحياة للاتنين. ما قبل الحياة يا دكتور انت تاني قاعد بتتكلم عن رحلة ما قبل، ما هم حياة، هم الاتنين مخلوقات متكونة خلايا عايشة، ما هياش خلايا محمطة، مفيش روح. هم فيهم الروح كخلية، لكن لسه ولكن لا زالت الوظيفة بتاعتهم ما أدوهاش. تمام. الوظيفة بتاعتهم اللي هو إيه؟ إن هم يندمجوا مع بعض، يدخلوا مع بعض، دخلوا مع بعض. طبعا تاني ممكن تبقى البويضة حلوة الحيوان المنوي حلو والحيوان المنوي ما يعرفش يدخل جوه البيضة. افترضنا بقى خلاص إن هم عملوا اللي عملوه وبقى في خلية جديدة، هي دي الحياة. بداية الحياة دي إمتى؟ من ال 16 ل 24 ساعة من اللحظة
اللي بيدخل فيها حيوان منوي واحد جوه البويضه يبقى في حياه هتبدا تتكون. هي الحياه دي عباره عن ايه؟ اللي هو ال 23 كروموزوم بقى 46 كروموزوم. سبحان الله، يعني البيضه اتخلقت من خليه 46 كروموزوم وفي ظرف اسبوعين سقطت ل 23 كروموزوم، وبعدين رجعت تاني، وبعدين رجعت دخلت في مكان مستنيه ال 23 كروموزوم التاني تكمل. والحيوان المنوي اتخلق من 46 كروموزوم، انشطر بقى 23 كروموزوم. في دور التصنيع حيوانات منويه بتاخد لها بتاع شهرين، شهرين وحته، وبعدين خرج الحيوان المنوي بيحاول يدور على البيضه، والبيضه بتدور على الحيوان المنوي، وهما الاثنين بيلتقوا، وفي احتمال انه يتوافقوا في اللقاء او لا، احتمال ان هم ما يتوافقوش بعض، حاجه جنان طبعا. وبعدين بعد 24 ساعه 18 ساعه من دخول الحيوان المنوي، ال 23 وال 23 بقوا 46. ايه اللي بيحصل ده؟ وبعدين ال 46 دول بدوا يحصل زي ما بعد التخصيب الانقسام. ومين قال بقى ان الانقسام ده هيكمل؟ ما هي دي اسمها رحله الحياه. وعند النقطه دي زي ما كان في فلتره ربنا قاعد بيعملها للبني ادمين ما قبل الحياه، بقى في فلتره ربنا هيبدا يعملها للبني ادمين ما بعد الحياه. الفلتره دي انا مش بتكلم عن واحد دلوقتي قاعد مات وهو قاعد، انا بتكلم عن جوه جسم الست في اللحظات اللي هي ما قبل اللي انتوا كنتوا بتحكوا عليه، الصنار الثلاثي الابعاد ورباعي الابعاد. دي رحله بنت لذينه تانية لسه ما وصلنالهاش، اللي هو الخليتين والاربعه والثمانيه والستاشر واللي واللي هتكمل ولا مش هتكمل، هتوصل للمرحله بتاعه الانقسام الصحيح اه ولا لا. وبعدين سؤالي بقى، هو احلى حيوان منوي هو اللي بيدخل جوه البيضه؟ لا مش شرط، حضرتك قلت لنا قبل كده هي احلى بيضه هي اللي بتعمل جنين، هو احلى جنين هو اللي بينقسم، هو احلى جنين هو اللي بيتخصب وينقسم، هو احلى جنين هو اللي بيستمر، هو الجنين الحلو هو اللي بيوصل جوه تجويف الرحم والباقي يموت جوه قناه فالوب. هو الجنين الحلو لما بيدخل جوه تجويف الرحم ده معناه ان هو عمل حمل؟ هو الجنين حد بيعرف يشوفه؟ وليه الجنين لحد دلوقتي الجنس البشري ما شافوش جوه تجويف الرحم؟ وليه لحد النهارده ما شفناش البويضه وهي بيدخل جوه حيوان منوي في الحقيقه داخل الجسم؟ وليه الحيوان المنوي احنا مش قادرين نشوفه وهو بيجري رايح ناحيه؟ كل الصور اللي حضرتك بتشوفيها دي على ال دي على حاجات مش كل دي اسئله علم ما وصلهاش يا دكتور. الحاجات دي ده تخيل. مفيش صوره حقيقيه لحيوانات منويه بتجري راحت وقفت رشقت جوه بيضه. والبيضه اللي بتخرج من المبيض واحد او اثنين اللي في العالم اللي صوروها في اوقات معينه وهم بيعملوا منظار، وبيعملوا المنظار ده شافوا البويضه وهي بتخرج من المبيض وتكبير بكاميرات بطريقه معينه. ما علينا، هو لحد اللحظه دي لا زال ما قبل الحياه والحياه لحد ما بدء التصاق الجنين على بطانه الرحم هي رحله احنا نقعد ندردش فيها، انما احنا ما نعرفش عنها حاجه. حكمه ربنا خلاص. وعلى كده اسمها الوسائل المساعده للانجاب. المساعده للانجاب مش وسائل الانجاب، وسائل الانجاب. وما قالكش ان دي بتؤكد حدوث حمل، وما قالكش ان دي نسبه الحمل منها 100%. وكل ما يحدث من تقدم علمي في هذا المجال، ان كان في تقدم علمي في السنين اللي فاتوا، هو الغرض منه ان انا برفع من نسبه الحمل ولا اؤكد حدوث حمل. وانا برفع نسبه الحمل برجع ليه البدايه. هي فين البدايه؟ الحيوان المنوي والبويضه والمكان اللي هيلتقي فيه البويضه والحيوان المنوي خارج الجسم، والمكان اللي هيلتقي فيه الجنين المخصب داخل الجسم. يبقى انا النهارده البويضه بعمل اجراءات عشان احسنها، والحيوان المنوي بعمل اجراءات عشان احسنه عشان لما اجي استعمله يبقى اكثر جوده خارج الرحم. زي لما تيجي تقولي لي ايه في المكرونه، حضرتك هتجيبي اللحمه وهتعملي لها خلطه معينه عشان لما تيجي تستعملي اللحمه دي في المكرونه وانت بتعمليها يبقى طعم اللحمه حلو. صح.
والجنين اللي بيتكون دون المفروض هيتقابل في مكان تبقى حلة ما بيلزقش عليها المكرونة مثلا، يبقى المكان اللي هيتقابل فيه الجنين دون او البيضة مع الحيوان المنوي يبقى مكان حلو كده وجميل. وبعدين الفرن اللي هيتحط فيه المكرونة دي يعني ما يحرقش المكرونة درجة معينة. وبعدين هناخد المكرونة دي بعد كده هنحطها فين؟ في الطبق، يبقى الطبق شكله حلو. ما تبقاش حضرتك يعني انت محترفة في صناعة المكرونة وتقومي جايبة طبق كرتون حط عليه المكرونة البشاميل. يعني في خطوات معينة وانت ماشية هي بتمهد لرفع نسب الحمل ولا تؤكد حدوث الحمل. وكل الرحلة دي سواء كانت داخل الجسم أو خارج الجسم وكل ما أتى فيها من أبحاث علمية وفحوصات وتحاليل وإجراءات بترفع بيها وتقنيات داخل المعمل وأدوية رفعت من جودة البويضات وأدوية اتخذت لتحسين جودة الحيوانات المنوية هي أدوات احنا بنعلي بيها ولا نؤكد بيها انه بيحصل حمل. خلاص. وما بعد ذلك مع محاولة الجنين الانغماس على بطانة الرحم بتبدأ رحلة. هو احنا اتفقنا انه في رحلة ما قبل الحياة وفي رحلة الحياة. رحلة ما قبل الحياة ممكن لو انت عايزة توقفيها عند النقطة بتاعت انه البويضة بيدخل جوه الحيوان المنوي ماشي، عايزة توقفيها عند نقطة ان حضرتك الجنين اتكون ولا زال هناك حياة داخل قناة فالوب، بس دي رحلة ما قبل الحياة وتبدأي رحلة الحياة مع انغماس الجنين على بطانة الرحم اهلا وسهلا. ولكن لو احنا عايزين نبقى اكثر زي ما بيقولوا شمول هي رحلة ما قبل الحياة هو لحد لما الحيوان المنوي يوصل للبيضة، وفي انترم كده في حتة كده في النص اللي هي ايه رحلة ما قبل انغماس الجنين على بطانة الرحم. وبعدين مع انغماس الجنين على بطانة الرحم برضو تاني المخاطر لم تتوقف. والكلام ده احنا مش بنقوله عشان نخض بين الناس، انما احنا نعرف ان السيدة اللي بتحمل على روحها لوحدها هي سيدة امورها ماشية طبيعي. السيدة اللي كانت بتحمل على روحها لوحدها وبعدين حصل متغير في جسمها زي تأخر الحمل الثانوي، بتبقى انت وانت بتعالج او انت وانت بتحط خطة علاج ما بعد حدوث حمل انت بتبقى حاطط في ذهنك حاجتين، واحد منهم ان السيدة دي بتحمل، واتنين ان السيدة دي حدث متغير في جسمها خلاها ما بتحملش او خلاها بتجهد. تختلف تماما الاختلاف عن الاول، الست اللي عمرها ما حملت قبل كده. ومع محاولة الجنين الاستمرار على تجويف الرحم او الالتصاق والاستمرار داخل الجسم حضرتك برضو تاني بتبدأ تبص على سابق التاريخ بتاع هذه السيدة عشان ما تبقاش يا بتسرف قوي في الإجراء الطبي او بتبقى زي ما بيقولوا ايه واخد الموضوع بنوع من انواع يعني ايزي، يعني كأنك انت شايفه ان هو حاجة مش مهمة.